دكتورة صباح رمضاني، أخصائية جراحة عامة بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القوين، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي أدعو أمهاتنا وأخواتنا إلى إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. سرطان الثدي هو نمو غير طبيعي وغير مسيطر عليه في خلايا وأنسجة الثدي، ويعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء حول العالم. من عوامل الإصابة بالمرض السمنة، التدخين أو وجود تاريخ عائلي للمرض. من أعراض المرض ظهور كتلة بالثدي، تغير في شكل الحلمة أو أي نوع من أنواع الإفرازات من الحلمة. يمكن تشخيص المرض قبل ظهور الأعراض باستخدام 3 طرق مكملة. أولاً الفحص الذاتي المنزلي، وهو إجراء تقوم به المرأة مرة كل شهر بعد انتهاء الدورة الشهرية بدءاً من عمر 20 عاماً. ثانياً الفحص السريري عند الطبيب، وينصح القيام به سنوياً. ثالثاً وهو الأهم، التصوير بالأشعة، ينصح به عامة النساء في عمر 40 فما فوق، وهو عبارة عن فحص الثدي بالموجات فوق الصوتية وبأشعة الماموغرام. يولي مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القوين أولوية خاصة لصحة المرأة، حيث يوفر خدمات الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي، إذ يتوفر في المستشفى أحدث جهاز متطور للتصوير الإشعاعي ماموغرام ثلاثي الأبعاد، الذي يعطي أريحية أكثر للمرأة خلال الفحص ويعطي قراءات أدق. نرحب بكم في عيادة الثدي يوم الاثنين من كل أسبوع. للحجز يرجى الاتصال على قسم المواعيد على الرقم 06-706-1111. صحتك تهمنا، لا تترددي، افحصي الآن. فحص مبكر يعني علاج مبكر، يعني نسبة شفاء عالية.